السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعليم القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نفتح القرآن ونقرأ من القرآن. فتحنا على سورة الشورى، واخترنا آية رقم 38. نقرأها مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. كمان مرة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الحقيقة الآية هذه يعني آية عظيمة جدا في سورة الشورى. الآية هذه يعني بتعرفنا كيف إنه إحنا يعني نختار، يعني إذا كان مثلا قائد أو حاكم أو أمير أو ملك أو رئيس دولة أو أي شيء زي هيك، إنه أمرنا شورى بيننا، شورى يعني تشاور. هذه اختصار كل الديمقراطية تاعت الغرب، اللي هي جايبالك انتخابات وجايبالك قوانين انتخابية وقوانين لجان وقوانين صناديق اقتراع وشروط انتخابات ومين تنتخب ومين ما ينتخبش، وبيجي بنتخب الناس اللي بتنتخب الفقراء، الناس اللي بتنتخب الناس اللي معها فلوس حتى لو كانوا مجرمين. وهذا ما اللي بيحصل يعني حتى في الدول الديمقراطية اللي هي تسمي نفسها ديمقراطية زي أمريكا، اللي هي قائمة على الظلم وعلى الضباب، يعني ظلم من أنواع معينة. يعني يختار هنا الحكام، تختار هنا اللي معه فلوس أكتر، اللي يعني بيقدر يصرف أكتر فلوس على الانتخابات هو اللي بيفوز. بتلاقي مثلا في الانتخابات هنا بالغرب وبأمريكا الانتخابات بتلاقي اثنين مثلا او ثلاثة طلعوا ضد بعض، ماشي، بدلهم يصرفوا فلوس ويلموا من يعني الناس اللي بتأيدهم، ويصرفوا يصرفوا لغاية ما واحد فيهم تخلص فلوسه وخلاص بطلع. يعني هنا الديمقراطية والشورى تبعتهم قائمة على المادة، على المادة. ولكن احنا عندنا وطبعا طالما قائمة على المادة، مين اللي بيطلع؟ بيطلع من أحقر الناس، يعني من أحقر وأوسخ الناس بأمريكا، بيطلعوا بكونوا هم يعني قادة، بكونوا هم يعني زعماء ولايات، من أحقر الناس بيطلعوا، لأنهم تعتمد مش على النظافة، تعتمد على الكذب وعلى الخداع وعلى الفلوس وعلى شراء الأصوات وشراء الإذاعات وشراء يعني وقت من محطات التلفزيون وأشياء زي هيك. يعني ما بيطلع قائد شريف محترم، بالعكس. احنا عندنا بسورة الشورى الله يعني بكلمة واحدة بكلمتين علمنا كيف نختار الحاكم تبعنا عن طريق الشورى، أمرنا شورى بيننا. كيف؟ يعني احنا المسلمين يعني على مستوى الحارة، على مستوى القرية، على مستوى المدينة، على مستوى الدولة عندنا مساجد. المساجد هذه احنا عندنا فيها بتكون فيها الناس بتصلي، شباب مثلا بتكون تربت بالمساجد، شباب متقية، شباب محترمة، شباب بتعرف الله. يعني من هذه الشباب اللي بيكون عنده يعني صفة قيادة، بتلاقي الناس بتعرفه بتربيه وبتعرفه على مدى سنين طويلة حتى لو كان فقير. فيختار القائد من المسجد. احنا عندنا الأمر بيننا شورى، يعني بنتشاور مين أفضلنا، مين أحسننا، مين أتقانا يكون يعني قائد، يكون رئيس، يكون حاكم، أو حتى أمير أو حتى ملك. من المسجد ما فيش أي نصب، ما فيش أي فلوس تدخل بالموضوع، ما فيش أي شراء للأماكن ولا الكراسي ولا الأصوات، ما فيش إنك تضحك على الفقراء، لأن الفقراء بيعرفوك، وهم بالمسجد بيروحوا على المسجد بيعرفوك، عارفينك طول عمرك إنك أنت ابن المسجد وتقي ومحترم، ويعني من صغرك
يعني لما انت تصير على مستوى قيادي وتكبر ومش معقول تكذب، مستحيل. فلذلك احنا طريقة اتخاذ القادة او اختيار القادة والزعماء والامراء او الملوك او الرؤساء تكون من المساجد. احنا الله علمنا كيف تكون من المساجد، امركم شورى بينكم. وهذا دليل بالآية، انه بقول لك هنا نقرأ الآية كمان مرة، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، يعني هذول اللي أمرهم شورى بينهم أول شيء استجابوا لربهم. كيف استجابوا لله؟ راحوا على المسجد وصلوا، هذه استجابة، استجابة لوقت الصلاة، بتروح بتصلي بالمسجد، تستجيب لله، تأدي فرض من فروض الله، بتروح على المسجد وهناك بتقيم الصلاة وتصلي. هذه أولها. يعني هدول مش جايين من البارات ولا من الكرخانات ولا من يعني المجالس الدولية ومجالس الخمور والخمور ومجالس المجالس السياسية. هم طبعا يعني جابوا لنا الديمقراطية عندنا نفس الطريقة اللي عندهم، بدهم يخربوا بيتنا بهاي الديمقراطية. بدهم يحطوا الناس القادرين يعملوا انتخابات ديمقراطية، ويحطوا الناس القادرين اللي معهم أموال أكتر يحكمونا. وطبعا بهذه الحالة هم بيقدروا يتحكموا في مين يحكمنا، لأنه ممكن هم ممكن يعطوا أي حد فلوس، يعني ممكن الأعداء يجوا أو غير الأعداء يجوا يعطوا إنسان معين فلوس كتير ويصرف على الانتخابات ويعطي للفقراء ويشتري الأصوات ويشتري الكراسي ويشتري الناس ويشتري أصوات الناس، ولكن هو بكون بالعكس، هو بكون حقير وبده ينفذ أوامر وأجندة، يعني بده ينفذ أشياء خارجية مثلا استعمارية مثلا، سواء كانت حسنة أو سيئة. لذلك يعني هم بدهم يصدروا لنا الديمقراطية عشان يمحوا الإسلام، لأن عارفين الإسلام اللي عندنا إحنا، الديمقراطية تاعتنا اللي هو ديننا الإسلامي، احنا عنا بتصير انتخابات من المساجد. احنا امرنا شورى بيننا، مين اللي امروا شورى بينهم؟ هذول اللي استعدوا انهم هم يدوا الفريضة. اولا اللي هم استجابوا لامر ربهم، استجابوا لوقت الصلاة وراحوا يصلوا واقاموا الصلاة. هذول الناس اللي بالمسجد هم اللي بيقعدوا مع بعض وبيشاوروا بعض امور المسلمين، امور الانتخابات، ومين يكون القائد ومين يكون الرئيس ومين يكون الحاكم اللي يحكم الناس بالعدل. وبهذه الطريقة الله بيضمن انه الأمة الإسلامية ما تنخدع بالأموال وما تنخدع بالأشخاص اللي هم معهم أموال، لأنه أموالهم ممكن تكون حرام، ممكن تكون أموال من يعني من مجتمع تاني لأهداف يعني ما بنعرفها سواء سيئة أو حسنة. ولكن هو هذا إحنا أمرنا شورى بيننا، وأمرنا هو هذه ديمقراطيتنا اللي هي التشاور مع بعض من خلال المسجد، لأن المسجد لا يستطيع يكذب، ما بيستطيع تكذب على الناس بالمسجد. أنت بتكون معروف للناس، كيف تستطيع إنك تكذب؟ ما لا يمكن تقلب بيوم. أنت إذا أنت بتكون متربي بالمسجد وبتصير شاب بتكبر، بتصير على مستوى انك انت يعني قائد، لا يمكن انت تقلب بيوم وليلة تصير كذاب ومنافق، مستحيل. يعني ممكن يكون واحد بالألف. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، كذلك انهم بدهم ينفقوا من الرزق تبعهم يعطوا الفقراء. هذول الناس اللي هم الله يعني راضى عنهم، وهذول الناس اللي هم يعني الناس المسلمين اللي هم يعني من المسجد بيقدروا يعملوا الانتخابات ويطلعوا قادة لهم. وبهاي الصورة احنا يعني بنقول للعالم كله انه احنا عندنا دستور، واحنا عندنا طريقة لانتخاباتنا، مش الطريقة الديمقراطية عن طريق الصناديق وعن طريق الخداع وعن طريق الأموال وعن طريق سرقة الناس. لا، احنا الناس اللي شرفاء، الناس اللي عندها أول شيء اللي هي بتلبي دعوة الله للصلاة بمواعيدها، وبعدين تقيم الصلاة وتصلي،
هذه الناس هي اللي هي أمرهم شورى بينهم، هم اللي بخرجوا القادة والرؤساء وحكام المسلمين. ونرجو أن نكون على صواب إن شاء الله، وإلى اللقاء في حلقة أخرى وآية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.